تصعيد عسكري في أكثر من جبهة، معارك اللحظة الحرجة. هل اكتملت نوايا التحرير أم أنها معركات الحاجة السياسية ليدفع اليمنيون التضحيات بمعارك كر وفر لا تقترب من الحسم الكلي؟ أهلا بكم. جبهات يعلو فيها أوار الحرب وتدور فيها معارك ضد ميليشيا الحوثي، أبرزها مدينة الحديدة منذ 5 أيام والقتال على أشده في الضالع وحجة وصعدة والبيضاء أيضا. هذه المعارك جاءت عقب دعوات أمريكية ودولية لوقف النار في اليمن لدواعي إنسانية والسير في خطوات إحلال السلام عبر المشاورات. فقد دعا وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أطراف الصراع اليمني كافة لوقف إطلاق النار خلال 30 يوما والدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب في البلاد. غير أن أسئلة كثيرة تحيط بهذه المواجهات. هل ستنتزع البلد من يد الميليشيا وتسلم للشرعية؟ أم أنها خطوة سياسية يدفع اليمنيون ثمنها دون تحقيق نتائج على الأرض؟ فتجارب 4 سنوات لا يزال اليمنيون يتذكرونها جيدا. بعد سبات عسكري عاشته جبهات القتال لأشهر طويلة، تعود المواجهات على أشدها وعلى أكثر من جبهة. إعلان التحالف وقوات الجيش استئناف العملية العسكرية في كل من الحديدة والبيضاء والصعدة وحجة والجوف والضالع، 6 محافظات تستعير فيها نيران المواجهات، يحقق فيها الجيش المسنود بغطاء جوي من مقاتلات التحالف انتصارات كبيرة، وصد تساؤلات عن أسباب التصعيد العسكري الذي أعقب دعوات دولية لوقف الحرب واستئناف عمليات السلام. يترقب اليمنيون بحذر كبير ما ستؤول إليه هذه العمليات العسكرية بعد غياب طويل عنها. هل إلى تحرير البلاد كما يقول الرئيس هادي أم غير ذلك كما يقول بعض المراقبين؟ غير أن الحرب التي تدور الآن لا تسعى لأبعد من جر ميليشيا الحوثي لمائدة المشاورات، هكذا تقول المؤشرات. فبحسب عسكريين لا تزال الجبهات الرئيسية كنهم وصرواح المتاخمتين لصنعاء خاملة، وهو ما يؤكد أن المعركة لا يراد لها التأثير على مركز الثقل السياسي والجغرافي لميليشيا الحوثي أو تحقيق نصر متكامل، خصوصا أن معارك الهامش لا تزال مهددة بالانكشاف في أي لحظة قادمة كما بات مألوفا منذ 4 سنوات حرب كشفت الكثير من النوايا. فالإمارات لا ترى في اليمن إلا أرضا لمعركة تديرها خارج أراضيها، فيما لا يزال اليمنيون يدفعون كلفة ذلك أثمانا سياسية وإنسانية باهظة. لو أن هناك استثمارا لنوايا التحرير لدى الناس لانطلقت معركة استعادة الدولة ولن تتوقف إلا بعد التحرير الكامل، غير أن استمرار العمليات العسكرية بدون قيادة موحدة دفع بالكثير من الأصوات للمطالبة بدعم التحرير دون أجندات مسبقة. وفيما تخوض ميليشيا الحوثي نزالا خاسرا، يتوقع الكثير أن ينتهي الأمر بقبولها الدخول في مفاوضات للهروب من الضغط العسكري الذي تواجهه في أكثر من جبهة. المفاوضات ذاتها التي تسعى من خلالها واشنطن لمنح ميليشيا الحوثي منطقة حكم ذاتي مع تسليم أسلحتها للسلطات الشرعية. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا العقيد يحيى الحاتمي رئيس قطاع الإعلام العسكري عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وسينضم آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير سيادة العقيد. مرحبا أستاذة وبكل مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك، ونود منك بداية أن تضعنا في صورة هذه التقدمات العسكرية في مختلف الجبهات، الحديدة، البيضاء، صعدة، الجوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بتوفيق الله عز وجل وثم ببطولة أبطال الجيش الوطني وبمساندة قوية وفاعلة من طيران التحالف العربي الذي يسطر أبرز الملاحم. اليوم هناك ثورة حقيقية وعارمة، وهناك انتصارات مبهجة جدا، وهناك تقدم كبير في محاور عديدة من صعدة إلى الحديدة إلى جبهة الضالع ومريش والبيضاء ونهم والجوف.
كل المعارك تشتعل على خط نار واحد، وهناك تقدم كبير كما ذكرتم في نشرتكم أيضا في التقارير السابقة. أبطال الجيش الوطني يتقدمون في كل مواقع الشرف والبطولة، يحققون انتصارات في ظل تراجع وتقهقر كبير جدا للميليشيات الإنقلابية. اليوم محور صعدات تحاصر، اليوم وصلت قوات الجيش الوطني إلى 3 كيلو من قبر الهالك حسين الحوثي، وتحاصر صعدة، تحاصر أيضا من عدة محاور، أهمها محور حيران ومحور حجة، أيضا باقم وجبهة كتاف. هناك تقدم في مركز مديرية باقم، تقدم نحو الشرق، وخسائر كبيرة في العتاد والأرواح تكبدها الميليشيات الإنقلابية. اليوم أيضا كما يعرف الجميع هناك تقدم كبير في المحور في الساحل الغربي، وما زالت قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة مسنودة أيضا بالمقاومة الشعبية التهامية، ومسنودين الجميع بطيران التحالف، وصلت إلى محاور متقدمة، وصلت إلى مطاحن البحر الأحمر، وقطعت خط الـ50، الخط المؤدي إلى صنعاء، وهو الخط الرئيسي للإمداد، إمداد الميليشيات الإنقلابية من جهة صنعاء. إذا انتقلنا إلى جبهة الضالع ومريش، والتي حققت اليوم إنجازا عظيما جدا جدا، وتقدمت كيلومترات وحققت تقدم كبير وحققت نصرا عظيما، أفرح كل اليمنيين وأفرح أبناء المنطقة بهذا النصر، حيث وصلت اليوم طلائع الجيش الوطني إلى مدينة دمت الجديدة. مدينة جبن ومدينة دمت القديمة والأثرية أصبحت بيد الجيش الوطني كاملة هذه الليلة، والآن يجري التقدم نحو الرضمة وتحرير مديرية دمت بالكامل، وهي آخر مديرية في محافظة الضالع، وبهذا بإذن الله تعالى في الساعة القادمة ستكون محافظة الضالع محررة بالكامل، وستلتحم الجبهة مع جبهة الرياشة، جبهة البيضاء، التي تتقدم أيضا من جهة الملاجم، وتقدمت كيلومترات وسيطرت على مواقع استراتيجية كبيرة جدا، وكبدت الميليشيات الإنقلابية خسائر في الأرواح والعتاد. بإذن الله ستلتقي جبهة البيضاء وستلتقي مع جبهة إب، جبهة الضالع محور إب كامل، سيلتقون بإذن الله في مدينة ذمار، وستكون النهاية للحوثيين. اليوم مقتل قائد جبهة أو محور دمت من قبل الميليشيات الإنقلابية ما يدعى أبو علي الغرباني، والذي يعتبر أحد القيادات المقربة من الصف الأول لعبد الملك الحوثي. هذا النصر والإنجاز الكبير الذي تلاحم اليوم، والذي تتوالت الانتصارات اليوم في كل الجبهات، دليل واحد على أن الشرعية والجيش الوطني عازمون على الحسم العسكري ولا تراجع عن الحسم. نعم، يعني هل هذا العزم، نحن نعرف الميليشيات الإرهابية، نعم هذا العزم الذي تتحدث عنه هو يعني دلالة تحرك كل هذه الجبهات في وقت واحد سيادة العقيد؟ هناك قرار سياسي لا رجعة فيه، وهناك مواجهات أصبحت مكشوفة، ولا يبد للشرعية أن تحسم ملفها، وهذا فعلا ما قررته، وأطلقت ساعة الصفر للجيش الوطني للانطلاق في كل المحاور، وبإذن الله الأيام القادمة ستشهد تصعيدا خطيرا جدا كبير جدا لصالح الشرعية، وستحسم المعركة، لأن الميليشيات الإرهابية لا تعرف إلا القوة، ولا يمكن أن نعطيها إلا القوة. الميليشيات الإرهابية ميليشيات عقائدية، ميليشيات إرهابية تتحرك بالريموت من طهران، لذلك قرارها ليس بيدها، ولا يمكن أن تنتمي إلى اليمن وإلى العروبة. هذه الميليشيات الإرهابية يعرفها الجميع، قراراتها ليست بيدها بل بيد أسيادها، وهي تعمل وفقا لخطة دولية لتحقيق مطامع إيرانية بحتة ويعني خارجية بكل المقاييس. نعم، لكن اليوم يعني طالما هناك إرادة وقرار سياسي كما تفضلت، أصبحت دمارا على اليمن. سيادة العقيد، طالما هناك قرار سياسي كما تفضلت، نعم، بضرورة تحريك جميع الجبهات، لما لم يتم أيضا تحريك جبهة نهم وتعز؟ ومن الذي قال لك أن جبهة نهم لن تتحرك أو حتى تعز؟ نحن هذه قيادة جيش، وقادة الجيش هم من يسيطرون على الأرض والميدان، وهم من يأمرون هذه الجبهة أو تلك الجبهة بالتحرك الأقوى. بالإشارة إلى الموضوع، لا يوجد جبهة نائمة نهائيا،
ولكنها تنام في الإعلام، ونحن من يحرك لعبة الإعلام لأغراض عسكرية، لأهداف عسكرية، لاستراتيجية عسكرية نحن أدرى بها من الآخرين. هذه الجبهات مشتعلة نار يوميا ولا يمكن أن تتوقف، ولا توجد جبهة متوقفة على الإطلاق. هناك كر وفر، وهناك يوميا تحرير مواقع، وهناك اشتباكات يوميا في كل المحاور القتالية. ولكن المعركة الإعلامية ترجع إلى القيادة الجيش الوطني، وهو الذي يحركها ويدير هذه المعركة بامتياز، يسلط الضوء على جبهة وثم يعني ربما يغض الطرف عن جبهة أخرى لأسباب استراتيجية عسكرية بحتة. نعم، إذا نسمح لنا سيادة العقيد أن ينضم معنا الأستاذ عبد العزيز الهداشي، وهو الخبير العسكري عبر الهاتف من الرياض عبر سكايب. مساء الخير سيادة أستاذ عبد العزيز. أسعد الله مساءكم ومساء السادة المشاهدين جميعا. أهلا بك أستاذ عبد العزيز، وبداية كيف تنظر إلى التقدمات العسكرية التي يقودها التحالف في الحديدة والضالع وصعدة وبقية الجبهات؟ أولا أحيي ضيفكم الكريم الأخ يحيى الحاتمي، وهو بصفته إعلامي عسكري رسمي من حقه أن يتكلم بما يشاء وما يرفع الروح المعنوية، لكن حقيقة لا توجد أي تقدمات في أي جبهة باستثناء جبهة دم. جبهة دم هناك تفوق عسكري يصل بنسبة إذا 100 مقاتل حوثي مقابل حوالي 6000 مقاتل رسمي في اللواء الرابع احتياط واللواء 83 مدفعية، إضافة إلى آلاف من المقاومة الشعبية. وللأسف الشديد حتى قبل دخولي المحادثة الآن، كانت جبهة الجيش الوطني قد وقف على اعتاب دمت، على بوابة دمت، على بعد 2.3 كيلو من دمت. والحوثي الآن طلب وساطة من شان الانسحاب. في نفس الوقت بلغتني أخبار كوني من نفس المنطقة ومن أبناء المنطقة، التعزيزات الحوثية هناك عشرات الطقم أو قادمة من يريم الرضمة إلى دمت، وهناك عشرات الطقم الأخرى قادمة من محور النادرة، وهناك طقم تحركت من رداء باتجاه مفرق مسيكة جبن المتجه إلى دمت. عبركم ومن خلالكم أود أن نتوجه إلى قيادة محور الضالع والذي تربطني بهم علاقة، محور مريس والذي تربطني بهم علاقة إيجابية جدا. أن الحوثي في نفس الوقت الذي أرسل بعض الوسطاء للتمهيد لانسحابه في نفس الوقت يحشد، يجب اقتحام الليلة مدينة دمت، وإذا لم يتم اقتحامها الليلة فإن اقتحامها سوف يكون مكلف جدا بعد أسبوع أو بعد شهر. الاقتحام الآن سوف تكون هناك خسائر بلا شك، خسائر لا نتمناها يعني سواء في صفوف الجيش الوطني. نعم، لكن أستاذ عبد العزيز يعني لحظة خليني أكمل أختي الكريمة، ولكن اقتحام دمت الليلة هو الشيء المفضل. بالنسبة لبقية الجبهات، بالنسبة للحديدة لا يوجد أي تقدم. نحن نتكلم عن شارع الخمسين منذ عدة أيام، نحن نتكلم عن الجامعة من عدة أيام، نحن نتكلم عن كيلو 16 من عدة أيام، لا يوجد تقدم حقيقي وإنما هناك اشتباكات، إذا جاز التعبير. بالنسبة لجبهة الصعدة ذكر ضيفكم الكريم على أنهم على بعد 3 كيلو من مركز مران. أنا أتكلم بالحقيقة، لا نريد أن نكذب على الجمهور. نعم ما حصل اليوم هو شيء إيجابي، لكن بلاش أن نحن نصنع انتصارات وهمية. الجيش الوطني على بعد 3 كيلو ذكر من قبل الهالك حسين الحوثي. الحقيقة أنهم الآن الجيش الوطني اللي في جبهة الملاحظ أو جبهة الظاهر هم لم يحرروا سوق الملاحظ منذ سنة، ولهم في هذه المنطقة منذ سنة، والصور التي أتت غير صحيحة. نعم الجبهة مشتعلة ورأيت ذلك، وكلام تحرير مران ومحاصرة مران بهذه السهولة صعب جدا. عام 2004 أحتاج إلى ما يقارب 10 ألوية مسلحة، واستمرت الحرب 70 يوم، وكان الحوثي يمتلك فقط أسلحة شخصية في هذه الفترة، وحوالي 10 ألوية مقاتلة وطيرا وما إلى ذلك. جبل مران صعب تحريرها الآن، وأنا أنظر إلى هذه الجبهة الآن في الوقت الحاضر على أني نوع من العبث العسكري، لم يكن هناك داعي. جبهة صعدة أغلبها جبهات عبثية، انطلقوا من الحدود السعودية 5 إلى 10 كيلومتر ولم يحققوا إنجاز. الجبهة الحقيقية التي تهدد صعدة وتهدد الحوثي حقيقة هي جبهة علب، وهذه الجبهة مر عليها سنتين. المسافة من علب إلى مركز مديرية باقم 20 كيلو، خلال 20 كيلو حوالي 6 ألوية واجهوا 200 حوثي لم يحرروا مركز المديرية منذ سنتين. ما نشي نكذب على أنفسنا، هذه الجبهات عبثية.
ذكر الأخ يحيى الحاتمي على أن الحوثي لا يحرك الجبهات إلا بأوامر من إيران، ونسأله ومتى تتحرك جبهتنا؟ عندما نقول لماذا تتوقف جبهتنا، تكون الإجابة يعني إجابة تلقائية عادية، أوامر التحالف كذا. إذن من الذي يتلقى الأوامر؟ لكن نعم هو قال أنها مشتعلة وأنها متحركة، ولكن في الإعلام لا تظهر لأنه لا يا أختي نعم. الكريمة لا 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 يعني ضوء الشمس لكن تغطيته بغربال. الجبهة نائمة فعلا، عودة انتقالا إلى جبهة البيضاء، حقيقة حققت جبهة الملاج الناطع. نحن نتكلم عن حرب في إطار 20-30 كيلو من ناطع إلى نهاية الملاجم. جبهة الناطع حققت تقدم نسبي في الأيام الماضية، لكن بالموازين العسكرية هو لا يعتبر تقدم، لأنك تحرك 5 كيلو 10 كيلو ولديك ما يقارب 3-4 ألوية مسنودين بطيران يواجهون 100 حوثي أو 50 حوثي. للأسف الشديد كان يفترض مع التنسيق هذا الرهيب جدا الرهيب جدا أن تتحرك جبهة قانية. جبهة قانية تفضل 40 كيلو عن جبهة الملاجم. الأسبوع الماضي كانت جبهة قانية مشتعلة، فكان يفترض أن تهاجم من الشمال جبهة قانية، بينما جبهة الملاجم ناطة تهاجم من الشرق. طبعا المشتعلة الآن جبهة ناطة والملاجم. البقية الجبهات يعني لا أعتقد أن هناك لا توجد انتصارات حقيقية باستثناء انتصار دمت، وسوف يكون انتصار ناقص إذا تم إيقاف المعركة على أبواب دمت. يجب اقتحام دمت الليلة هذا. نعم نعم. إذا اسمح لي أستاذ عبد العزيز أن يعني أنقل الفرصة للعقيد يحيى الحاتمي كي يرد على هذه النقاط. العقيد يحيى، بالتأكيد استمعت للعديد من النقاط التي طرحها الأستاذ عبد العزيز، يتحدث ألا جبهات حقيقية مشتعلة وأنه مجرد يعني من باب رفع المعنويات تتحدثون بهذا الشكل، وأنتم كجهة رسمية ما عليكم إلا الحديث بهذا الشكل، لكن الواقع يقول غير ذلك. تحدث عن جبهة الحديدة أنها مجرد اشتباكات في كيلو 16 وفي المطار وفي أماكن أخرى. تحدث عن صعدة والاشتباكات الحاصلة منذ عام في الملاحيض، ويجد أنها يعني وصفها بأنها اشتباكات عبثية لم تقدم أي شيء، وكذلك في يعني الجبهة الوحيدة ربما التي تحركت فعليا هي في دمت، ويجب أن يعني يتم تحريرها الليلة واقتحامها الليلة. تحدث عن جبهة الملاجم أيضا وقانية، والتي كان يفترض أن يعني يتم القضاء على الحوثي فيها بسهولة. ما رأيك؟ أولا تحية للأستاذ عبد العزيز، وربما الكلام التنظيري يعني مهم جدا في بعض المراحل ولكنه ليس في كل الأوقات. نحن في الميدان ونعرف تماما ماذا يحصل، نحن على اطلاع على كل المعارك. الرجال والأبطال لا يجب أن يستهان بتضحياتهم والبطولات اليومية التي يسطرها. الاستخفاف بالعدو أيضا وتقليل من حجمه أن يقول 100 و150 و50، طبعا الاستخفاف بالعدو خطأ فادح كبير جدا يقع فيه الكثير. لذلك الاستهانة بالعدو لا يمكن أن يستهان بها. صحيح قوة الحوثي متراجعة، صحيح أن قوة الحوثي في تدهور مستمر، ويحتمي نقولها كرارا ومرارا أنه يحتمي خلف القناصة وخلف الألغام التي يزرعها بالمئات بل بالآلاف في كل الجبهات. لكن الاستراتيجيات العسكرية تختلف في الواقع لدى القادة الميدانيون الذين يعني الذين لهم اليد الطولة أو الكلمة الفصل في المعركة، هم يحددون مسار المعركة ومتى تبدأ هذه الجبهة ومتى تنتهي نظرا لاستراتيجية. لكن اسمح لي عند هذه النقطة بالذات عسكرية مدروسة يتم نعم اسمح لي عند هذه النقطة، ربما هو أشار لها الأستاذ عبد العزيز، أشار لها الأستاذ عبد العزيز. سأتي نعم أنا في الطريق ليش؟ لا نعم يعني فكرة أن الجبهات تأتي بأوامر عسكرية ويتم إشعالها بأوامر عسكرية على عكس ما يحدث لدى الحوثيون الذين يأخذون أوامرهم من إيران، ولكن الحقيقة في كل مرة نناقش هذه التقدمات أو اشتعال الجبهات من جديد، اسمح لي فقط يعني ونتحدث مع قادة في الميدان ونسألهم لما توقفت المعركة الفلانية أو لما اشتعلت المعركة الفلانية، يكون الرد بكل وضوح أتتنا أوامر سياسية ألا نتقدم وأن نتوقف عند هذه النقطة. فكيف تقول بأن القادة العسكريين هم من يقررون وهم من يوقفون ومن يعني يحركون؟ كلام غير صحيح. القادة في الميدان، اسمحي لي أستاذة، اسمحي لي،
القادة في الميدان، القادة الميدانيون هم من يتحكمون في المعركة وهم من يحددون متى تبدأ ومتى تنتهي. نحن نتحرك وفق خطط عسكرية مدروسة مسبقا، نحاول أن نخرج بأكبر إنجاز وبأقل التكاليف الممكنة. لكن سيادة العقيد يعني ظهر معي أكثر من قائد عسكري، يعني أنا لا أتجنى ولا آتي بكلام من نفسي في برنامجي هذا، وظهر معي أكثر من قائد عسكري يقولون لكن أوامر عسكرية لنوقف الجبهة. طيب أنا أقول لك أستاذة، أقول لك أتحدى أي قائد عسكري ميداني في الجبهات أن يقول هذا الكلام أو أن يظهر إلى الإعلام ويقول أوقف جدنا أوامر بالتوقف في هذه المعركة. لا تأتي هذه الأوامر إلا إذا كانت الخطط غير صحيحة، ومن ثم فإن يتم تعديل الخطط والتجهيز والتحضير للمعركة تحضير جيد حتى لا تكون هناك خسائر في الأرواح أو العتاد، وحتى نخرج بأكبر إنجاز وبأكبر انتصار بأقل التكاليف الممكنة. الجبهات لا تتوقف يوميا، أقول للأستاذ عبد العزيز، أقول للجميع بأن الجبهات لا تتوقف يوميا. أحب أن أبشر الجميع والآن ومن على منبر قناة بلقيس، اليوم جبهة نهم اليوم سيطرة تامة على خط أرحب الجوف هران، قطعته بالكامل خط الإسفلتي أقولها الآن، وكنا يعني نتحفظ على هذه المعلومة حتى تنجز المهمة. الجبهات مشتعلة بكل مكان، الجبهات لا توقف يوميا، ولكن الفارق هنا أضرب هنا وأضرب هنا، هذا يرجع للقيادة السياسية. هناك مناورات وهناك يوميا عمليات استنزاف وهناك عمليات كر وفر إرهاق العدو. أنا المصلحة لا تأتي أن أتقدم يوميا وأضحي بآلاف الجنود بينما هناك ألغام وهناك قناصة وهناك، ولكن استنزاف العدو ومن ثم إرباكه وإرباك صفوفه وإنهاكه إنهاكا عسكريا. نعم سيادة العقيد، يعني اسمح لي أن أوضح نقطة. والقيادة العسكرية لا توجد، نحن لا نستهين بما يقدمه الجنود في الميدان، على العكس، يعني نحن نحزن أن يكونوا مجرد يعني ورقة لإحراقهم حين يتم تحريكهم سياسيا. يعني أنا أؤكد لك أنه ظهر معي أكثر من قائد في أكثر من مرة، وسأرسل لك بعد البرنامج كثير من التصريحات. اسمح لي فقط أن ينضم معنا عبر الهاتف أيضا الأستاذ همدان الحقب الناشط السياسي من القاهرة. مساء الخير أستاذ همدان. مساء النور والعافية. أهلا بك، ونود أن تضعنا في صورة خارطة التقدمات في محافظة الضالع بحسب يعني تواصلك مع الشباب هناك. أولا دعيني أن أرفع هذا الإنذار لكل حر في طول اليمن وعرضه، هذا الانتصار الذي أعاد إنعاش الآمال باتجاه القضاء على الإنقلاب الحوثي واستعادة الجمهورية المقتصبة بإنقلاب المسلح. الكل يعرف أن المقاومة في المناطق الوسطى تشكلت قبل فترة في مدينة دمشق، وتم انسحاب المقاومة إلى مريس حيث عسكرت فيها واستطاعت أن تعيد لملمة صفوفها، لأن إمكانات المقاومة حينها كانت شحيحة جدا وتراكمت الخبرات، وظل الأبطال في مريس يتصدون للغزو وللهمجية الحوثية بكل استبسال خلال هذه الثلاث السنوات الماضية. نعم. وما جرى أمس هو أن الجيش الوطني وصل إلى 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 مستويات جعلت منه قادرا على أن ينتقل من مرحلة الصد إلى مرحلة الهجوم، فشن هجوما كافحا على مواقع الحوثيين الأمامية أو خط دفاعهم الأول، وأستطاع أن يحطمها بلا استثناء. شن هجوم من أربع اتجاهات، من الاتجاه الغربي الشمالي ومن الاتجاه الجنوبي وهجومين في الاتجاه الشمالي، واستطاع أن يسدد كل مواقع الحوثي في هذه الأماكن. أسدد جبل ناصع الاستراتيجي الذي يعتبر مطلا على المنطقة كلها، وهو هذا الجبل الذي استطاع أن يعيد المقاومة كل المرحلة الماضية لما يمثله من أهمية استراتيجية. بعد سقوط هذا الجبل الاستراتيجي سقطت رمة وسقطت سوان، وهي قرى تقع على أسفل هذا الجبل، وكذلك سقطت العرفاق، وامتدت المقاومة في تحريرها باتجاه دمت، وسقطت بيت اليزيدي، وسقطت الحجب، وكذلك حصن الحجب الاستراتيجي الذي يمثل نفس الأهمية
بالنسبة لما تبقى من منطقة دم تحت قبضة الحوثيين نفس الأهمية التي كانت تمثلها ناصرة في المنطقة من جبل ناصرة إلى الحجب. أما في المنطقة المسمى قارم أيضا فقد استطاعت المقاومة وفي ظرف قياسي أن تكبد الميليشيات الحوثية الكثير من الخسائر، وحققت النصر في ظرف قياسي. وبشكل عام استطاعت المقاومة أن تغنم الكثير من المعدات كعربة بي إن بي ودبابتين وكاتيوشا وكذلك الكثير من رشاشات الـ 24 والرشاشات الخفيفة، وهذا دليل على أن الحوثيين هزموا هزيمة عسكرية نكرة، لم يستطيعوا حتى أن يسحبوا معداتهم، ففقدوا الكثير من سلاحهم الثقيل، وأيضا قدموا الكثير من الضحايا، سقطوا الكثير من الضحايا من جهة الحوثيين، بينما لم يسقط إلا القليل أو لم يرتقي إلا القليل من الشهداء في صفوف المقاومة. في جبل ناصرة وحدها قتل ما يقارب 22 حوثيا، وفي عيس قتل الكثير وفي خارم أيضا. والآن المقاومة تتمركز على تخوم مدينة دمت، وهي تقول الآن أنها في محطة استراحة محارب وستستأنف معركة تحرير دمت في الساعات القليلة القادمة إن شاء الله. نعم، إذن كيف كان تعامل المواطنين مع قوات الجيش التي تقدمت يعني تجاههم ومشاعرهم إزاء هذا التحرير؟ كان الجو احتفالي، وهناك الكثير من الصور والفيديوهات التي يعني نشرت وبثت، وكانت تعبر عن ذروة الانتشاء الجماهيري بقدوم المقاومة، لأنها مثلت خلاص من كل تلك الآلام والمعاناة التي خيمت على أبناء هذه المنطقة. فالحوثيين قتلوا الناس في دراهم عزل وزجوا في السجون بالأطفال، وحتى اليوم قتلوا امرأة في أماكن في مكان هذا الحرب. هذا فقط كمثال ليدلنا على إخلاق هذه الجماعة الإرهابية. فالمواطنين خرجوا في كل القرى، استقبلوا وقيمت الولائم من الجيش الوطني، والبعض يعني أخذ سلاحه وانخرط في التحرير مع جيشنا الوطني. كانت أجواء احتفالية رائعة جدا، ممزوجة بالفرح والشعور بعودة الآمال لإسقاط الانقلاب وتحرير اليمن من شره في طول اليمن وعرضه. نعم، إذا شكرا جزيلا لك همدان الحقيب الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وينضم يعود إلينا الأستاذ عبد العزيز. الأستاذ عبد العزيز، يعني من خلال المؤشرات الأولية أستاذ عبد العزيز، هل تعتقد أن هناك ترتيبات لعملية تحرير واسعة؟ إذا تحركت جميع الجبهات بنفس النسق وبنفس الطريقة ممكن إلى تحقيق إنجاز عسكري، لكن أعود وأقول تخيلي أن الحديدة تم تحريرها، ماذا بعد؟ ما الذي سوف يفعل الحوثي؟ لدينا محاور مؤثره ممكن تهدد الحوثي في مواطن. اذا تحركت هذه الجبهات التي تهدد الحوثي مباشره وتهدد المناطق التي فيها الحاضنه الشعبيه والتي يستمد منها اللجان الشعبيه، فنحن ننظر الى المعارك على انها بالطريق الايجابي. لكن اذا كانت المعارك بعيده عن المناطق التي تهدد الحوثي مباشره او بشكل مباشر، فإن المعارك تتحول إلى نوع من العبثية. إذا لم تتحرك جبهة نمل التي تهدد صنعاء، جبهة الجوف بشرط أن تتجه جبهة الجوف غربا، يعني باتجاه تحرير المصلوب والمطمة. أما تحرير خب والشعف والبقيت وبرطف وكذا، لا يفرق إذا قعدت مع الحوثي أو تحررت، لأن هذه المناطق لا تمثل أي استراتيجية. إذا تحركت جبهة البيضاء باتجاه، انا لا اتذكر، لا اقول البيضاء من علشان انها محافظتي، لكن اقول البيضاء لتصل الى ذمار وتهدد الحوثي في احد اهم المحافظات التي تزودها بالعنصر البشري، لان هناك كثير من القبائل في هذه المناطق بمجرد ان تصل الشرعيه الى هذه المناطق او يصل اي طرف فانه ينضم اليها. هذا الثلاث المحاور، لكن بقيه المحاور اعتقد ان طبعا محور دمت مهم جدا،
لان المنطقه لا تقبل الحوثي، وثانيا لان دمت مدينه استراتيجيه، وثالثا للوصول الى منطقه يرين لمحاصره الحوثي في الحاضنه الجنوبيه له، لخنق الحوثي في مناطق. لا تنسي اختي الكريمه ان اغلب المعارك الان ما زالت تدور في المناطق التي لا تمثل الحاضنه الشعبيه للحوثي، يعني مثل الحديده، مثل التعز، مثل دمت، مثل البيضاء. لكن يعني ألا تعد الحديدة وتعز، يعني ألا تعد هذه المناطق أيضا استراتيجية؟ هي الاستراتيجية هي التي تصلك إلى الهدف بأكثر الطرق، دائما يقولون في الهندسة لا تنسى أن الحديدة فيها الميناء، يعني وهو ربما المتنفس الوحيد للحوثي. الحوثي سوف يتجه شرقا ويعمل في مناخ الجمرك، وما فيش حاجة كما فعل في البيضاء عامل جمرك بيستلم، بيتجه شرقا واي بضاعه تمر من عندها بياخذ عليها جمارك، وبالتالي هنا تصبح الحديده فاقده اهميتها بالنسبه للحوثي، كونه سوف يستطيع التعويض المالي منها، ما فيش حاجه جديده. لكن اسمح لي استاذ عبد العزيز، يعني اضع علامه استفهام ايضا، يعني الحديده يعي الجميع مدى اهميتها بالنسبه للحوثي، والا لما قاتل عليها هذا القتال كله، ولما ضغط دوليا عليها، ولما يعني هي تعد كما يقول مخزون دائم للمساعدات الغذائيه التي تصل اليه، للجمارك، ايضا تهريب السلاح، لكثير من يعني الفوائد التي يستفيد منها الحديده، ليست بهذه يعني السهوله ايضا. الحديدة مهمة استراتيجيا بالنسبة لليمن بأكملها وليس بالنسبة للحوثي، ولكن لو حصل وتحررت الحديدة لن تغير في المعادلة العسكرية شيء، كون الحوثي ما زال في مناطق آمن، يجب نقل القاعدة العسكرية تقول يجب نقل المعركة إلى منطقة الخصم. الحديدة يفترض أنها تابعة لنا كشرعية، كمنطقة لا تمثل للحوثي أي حاضنة شعبية، يجب نقل المعركة. أن نريد أن تصل إلى تقوم المناطق التي تزود الحوثي باللجان الشعبية، إلى تقوم المناطق التي تزود الحوثي بالمقاتلين. تصوري في معارك الجوف، بدل ما الأخ يحيى الحاتمي يتكلم عن خطط عسكرية، خطط عسكرية اتجهوا بدل أن يتجهوا غربا باتجاه عمران وباتجاه شمال رحب تحرير المصلوب والمطمة، اتجهوا ليحرروا صحراء خالية من السكان اللي اسمها خب والشعب وصبرين، وهذه المناطق لو قعدت مع الحوثي او كذا ما تفرق شيء. نعم، اذا دعني ان انقل هذه الفكره للعقيد الحاتمي. سياده العقيد، يعني وضع الاستاذ عبد العزيز تساؤل مهم، وهو ان لما يعني يتم الاتجاه نحو مناطق لا تعد يعني استراتيجية كما وصفها، وأيضا ليست فيها حاضنة شعبية كبيرة للحوثي، فبالتالي يعني بقائها معه أو عدمها لن تؤثر في شكل المعركة شيء. هو يقول لما لا تتوجه الجبهات في الأماكن أو في المناطق التي فيها حاضنة شعبية لها، ذمار، صنعاء من اتجاه نهد، الاتجاه غربا أيضا من الجوف، كل هذه المناطق لما لم يتم التحرك إليها، على العكس تذهب يعني المخططات العسكرية تجاه مناطق يعني وصفها بأنها غير استراتيجية تماما. المعركة في أرض الميدان يتحكم بها القادة العسكريون الميدانيون الذين يعرفون الأرض والطبيعة ويعرفون الجغرافيا ويعرفون التضاريس ويعرفون الديموغرافيا، كل ما يتعلق بالمعركة القادة الميدانيون هم المعنيون في تحديدها. تحديد الاتجاهات شرقا غربا شمالا هذا خاضع للقادة العسكريين وقادة المناطق، يعني بوضع الخطط مع قادة الجيش العليا، القيادة العليا للجيش. أول أود أن أنوه إلى موضوع مهم جدا، المحور الذي يقاتل اليوم ويحقق انتصارات يعني أفرحت كل أبناء اليمن وكل أبناء الشعب العربي كاملة، والذي حققوا إنجاز غير عادي، هذا المحور يتبع المنطقة العسكرية السابعة، والتي تعتبر منطقة نهم إحدى مناطق هذه المنطقة العسكرية الممتدة من صنعاء إلى إب كلها والبيضاء بالتحديد. المعارك التي تدور في البيضاء والمعارك التي تدور في إب والمعارك التي تدور في نهم تديرها قيادة عسكرية واحدة، هي قيادة المنطقة العسكرية السابعة، وهي المعنية بتحريك جبهتها. فلذلك التخطيط العسكري والتكتيك
والضرب هنا أو هناك يرجع لقيادة المنطقة والقيادة العسكرية الميدانيون الذين يحددون مسار المعارك. لا ننسى الأستاذ عبد العزيز بأن الميليشيات تتخدق خلف التضاريس، خلف القناصة، خلف الألغام المزروعة بالآلاف والتي نشرتها لكل أبناء الشعب اليمني من أجل إعاقة الجيش، الجيش الوطني. أنا لا أريد أن أتقدم وأخسر آلاف أو أخسر ربما عشرات من أفرادي، أريد أن أتقدم وأحقق أكبر انتصارات بأقل التكاليف الممكنة. وهنا تخضع للذكاء، لأن الحرب خدعة، ويخضع للذكاء والدهاء الساسة الميدانيون أو القادة العسكريين الميدانيون والذين يحددون اتجاه المعارك. والضرب هنا والأخذ على حين غراه، يأخذون العدو كما أخذوها اليوم في محور إب الذي أخذ العدو على حين غراه لم يكن يتوقعها. ومن ثم ما إن بدأت معركة إب حتى تلتها معركة البيضاء بالتحديد، حتى لا يتم تعزيز الميليشيات الإرهابية أو حتى يتم قطع إرباك صفوف المحور وتشتيت قادته، ومن ثم تحقق النصر. النصر اليوم كبير جدا، لا يجب أن يستهان به، والفرحة عظيمة، يجب أن نفرح بهذه الفرحة التي تحققت، والميليشيات منتهية، ولا يجب أن نصعد من قيمتها أو نعطيها قيمة ميدانية، بينما هي تتهاوى ومعنوياتها تتهاوى. لذلك يجب أن نحترم تضحيات الجيش وما يقدمه الأبطال، ونرفع ما يقدمه الجيش على عيوننا ورؤوسنا. سيادة العقيد، نحن حين نتحدث يعني معكم في هذه الحلقة أو غيرها لا نستهين بهذه التضحيات أبدا، معاذ الله. يعني أناس يعني يتقدمون ويقدمون أرواحهم ودماءهم، ونأتي نحن لنقلل من هذه الانتصارات أبدا، ولكن يعني نحن نتساءل. سيادة العقيد، هذه ليست المرة الأولى التي يعني تدار حلقة ونناقش فيها يعني الهبة العسكرية التي تحدث ثم لا شيء. يعني لا تنسى الحديدة، كم مرة تم إعلان تحريرها؟ التعز، نهم، أكثر من يعني لنا 4 سنوات ونحن نعيد نفس السيمفونية. يعني شيء لا يعقل أيضا. يعني أتمنى أن يكون حواري معك هذه الليلة هو فعلا مؤشر حقيقي لتحرر هذه الجبهات. هل سنحزن؟ هل سنحزن إذا ما حررت هذه الجبهات؟ على العكس، يعني هذا هو منانا وهذا ما نسعى إليه. لكن يعني الانتصار أيضا يعني له الانتشار الواسع لمعنويات الناس ولإرادتهم أيضا. ما أود قوله سيادة العقيد أن هذا الحديث تكرر مرارا، هل يعني وما نخشاه أيضا ألا يحدث شيء، وأن هذا الأمر الذي حدث اليوم وهذه الانتصارات العظيمة هي مجرد ضغوطات دولية، بسبب الضغوطات الدولية وبسبب ربما المشاورات التي قد تحدث بعد 30 يوما كما تم تحديدها؟ هذا فقط. حلم كل يمني، حلم كل يمني هو تحرير الأرض من دنس هذه الميليشيات الإرهابية، وهذا بالتأكيد مفرغ منه وصار محسوما وصار في حكم المنتهي. ولكن المعركة السياسية أيضا تعتمد على المعركة أو على انتصارات الأبطال في الأرض. بدون تقدم الجيش الوطني لن يحقق أساسا أي انتصارات سياسية أو أي مكاسب سياسية تضاف أو يستطيع الضغط فيها على الآخر. لكن نحن عازمون ونبذل قصارى جهدنا لتحرير الحشم، الحشم لا رجعة. نحن ندرك جميعا بأن هذه الميليشيات لا يمكن أن تتعايش أبدا، وإذا ما المجتمع الدولي فرض يحاول فرض هذه الميليشيات على الشعب اليمني فإن الشعب سيرفضها. اليوم كما شاهدنا اليوم في دمت، الفرحة العارمة التي اكتسحت أبناء المحافظة المواطنون جميعا الذين خرجوا جميعا لنصرة أبناء الجيش الوطني والذين ساندوا وكان لهم الدور الفعال في هزيمة الميليشيات وتقهقرها وتراجعها يعني كيلومترات عديدة، عشرات الكيلومترات، وتحرير مناطق كبيرة. هذا الأبناء اليمن كلهم ينتظرون وصول الجيش الوطني إلى هذه إلى مناطقهم أو لتخم مناطقهم. ستنتفض كل المديريات وستنتفض كل المحافظات لطرد هذه الميليشيات. لذلك الجميع يعلم أن لا تفاوض مع الميليشيات الإرهابية والتي نكثت بوعودها أكثر من مرة. نحن نعرفها على طوال الحروب الست، ومن ثم الآن المؤتمرات السابقة التي عقدت، ومن يفشل لا يفشلها الميليشيا الإرهابية، دليل على أنها لا تتعايش. هي تريدنا نعم، لكن إما عبيدا أو قتلا، لا تريدنا أكثر من ذلك. نعم سيادة العقيد، أيضا الانتصارات لها كلفتها أيضا، الحشم العسكري والنصر بدون أي التفات للمعارك السياسية. نعم الانتصارات التي تحدث أيضا لها كلفتها، يعني القادة الميدانيون وقيادتنا العسكرية تسعى للحشم. نعم
هناك من يتساءل وربما وضع السؤال هذا ايضا ضيفنا الاستاذ عبد العزيز، انه ماذا بعد هذه الانتصارات؟ هذه الانتصارات ايضا لها كلفتها خسائر في الارواح والمدنيين، ايضا ينالهم ما ينالهم من هذه الحرب، ربما هي الكلفه الباهظه التي يتم يعني خسارتها، فكيف يمكن الحفاظ على هذه الانتصارات باقل الخسائر الممكنه، وايضا أن تسيطر فعليا الشرعية على هذه المناطق، وإلا قد حررت مناطق من قبل لم تسيطر عليها ليعلم الجميع أستاذة. عفوا. ليعلم الجميع بأن أكثر ما يؤخرنا في المعركة، أكثر ما يؤخرنا في المعركة هو الحفاظ على المدنيين. القادة العسكريون يحاولون دائما يضعون نصب أعينهم المواطن وممتلكاته، وأيضا الحفاظ على حقوقه وحرياته. ويسعون احيانا للالتفات في الجبال الصعبه حتى لا ندخل في القرى والمدن، وايضا يكون سبب في تدمير ممتلكات المواطنين. فلذلك الانسان اليمني هو مركز اهتمام قاده الجيش الوطني، ونسعى لتحمل الصعاب جميعا حتى لا يصاب مواطن باي اذى، ونسعى لالتفاتات كبيره حتى لا ندخل المدن او القرى او ان تكون عرضه للانتقام من الميليشيات الارهابيه. لذلك أكثر ما يكون عقبة أمامنا هو اختيار الطريق والمسلك الذي نأخذه، خاصة عندما ندخل المدن أو المكتظة بالسكان أو القرى التي فيها كثافة سكانية كبيرة. يسعى الجيش الوطني لإيجاد خطط بديلة، التفاف كبير ولو يكون فيه عناء أو تعب، ولكن نتحمل نحن العناء، ولكن نحافظ على مواطنينا ونحافظ على ممتلكاتهم ونحافظ على حريتهم وكذلك على السلم الاجتماعي داخل المناطق. نعم، إذن أعود إليك أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، هناك من يتساءل مع وجود قوات طارق غير المنضوية تحت الشرعية وكذلك بعض ألوية العمالقة وغيرها، البعض يقول ما فائدة انتقال سيطرة الحوثيين إلى من الحوثيين إلى الإماراتيين أو إلى ألوية لا تتبع الشرعية فعليا؟ يعني الشرعية هي خارج المعادلة في كثير من المناطق التي تم تحريرها، ما رأيك؟ أولا أختي الكريمة، أنا مؤيد يعني لأي فئة يمنية كانت مهما اختلفنا مع طارق عطاش أو حتى خارج نطاق الشرعية، لأن الشرعية أصلا مغيبة، يعني ما الشرعية غير موجودة أصلا. فنحن مؤيدين لأي فئة أو أي جماعة تقاتل الحوثي وتوجه الرصاص إلى الحوثي بما فيهم طارق عطاش الذي لم يدخل المعركة بعد، يعني هو دخل إعلاميا لكن لم يدخلها بعد. طارق عفاش ومعركة الحديدة والهيلمن هذا كله علشان خاطرة، علشان تسلم الحديدة ترك الآل عفاش، وكأنها انتقل حكم الحديدة من السيد إلى العفي. لكن ما فيش عندنا مشكلة أي فئة تقاتل الحوثي أو توقف ضده إعلاميا سوف نقف معها. من يوجه السلاح إلى الحوثي نحن معاه، من يوجه لسانه بهجو الحوثي نحن معه، من يسب من يوجه قلمه ضد الحوثي نحن معه، نحن مع يمني. أليس هذا منطق غريب أستاذ عبد العزيز؟ يعني كيف أكون معه وفي نهاية الأمر ألا يفترض أن أكون مع الشرعية؟ ألا يفترض أن تكون هذه المعارك تحت لواء الشرعية؟ ما القيمة الحقيقية أن يأتي أحد يعني ما الحوثي يمني في نهاية الأمر؟ ما يعني لا نستطيع أن نلغي يمنيته. الحوثي مش يمني ويعلن ليلا ونهارا. ليس أنا من أو أنت من نحدد ذلك، يعني في نهاية الأمر هم يعيشون معنا في نفس البلد وهم من يحكمونها الآن. لكن الحديث أستاذ عبد العزيز، يعني في نهاية الأمر يفترض أن لا تطلق الرصاصة إلا تحت لواء الشرعية، أما أن أفرخ ميليشيات جديدة أعود لأتحارب معها كما يحدث في عدن الآن، ما القيمة؟ يعني هل كتب على اليمنيين أن يحاربوا فقط؟ يعني هل هذا هو الهدف، أن نخرج الحوثي لنعود نجد عدوا جديدا؟ الذي أقول لأشوفتي الكريمة أنه هو نختلف في درجة السوء. طالما أن الشرعية مغيبة وطالما أن الشرعية ضعيفة سواء بقيادتها من رئيس الجمهورية، فما أدنى لو كانت الشرعية موجودة أصلا ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. دعينا نتكلم بصراحة أكثر، لو كان عبد ربه منصور هادي الذي هو رئيس الجمهورية شخصية قوية قادرة على إدارة البلد لما قال يوم سقطت عمران بيد الحوثي عادت عمران الى حضن الدوله. هادي من يغيب نفسه وهو من غيب الشرعيه. نعم. ومن اختارهم هادي بعد ذلك كانوا نسخه طبق الاصل منه. عوده الى موضوع الحديده لا نتشعب. نستطيع ان نقول ان هناك ميليشيا افضل من ميليشيا،
طالما ان الشرعيه غير موجوده فبعض الميليشيات او بعض الشر اهون من الشر الاخر. نعم، اذا يعني يؤسفني ان يكون هذا هو رايك، ميليشيا افضل من ميليشيا، كلها ميليشيا، لا اتفق معك بتاتا. شكرا جزيلا، لم يعد لدي المزيد من الوقت للاسف الشديد. تحياتي فقط كلمه واحده، تحياتي الاخ يحيى العاتمي، انا حبيت ان نكون في اتجاهين مختلفين، انا امثل الشعب وهو يمثل القياده العسكريه، تحياتي لكم جميعا. شكرا جزيلا لك استاذ عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري، كنت معنا عبر سكايب من الرياض، وتحيات الاستاذ عبد العزيز، ونحن ايضا سياده العقيد يحيى الحاتمي رئيس قطاع الاعلام العسكري موجهه لك، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الاقمار الاصطناعيه من مأرب. هي لكم كذلك مني مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني الجديد، كونوا برعاية الله.